أوباما يحذر من تنظيم استفتاء حول انضمام القرم لروسيا، ويقول إنه سيتصدى للتوغل الروسي في أوكرانيا. روسيا تؤكد استمرار الخلاف مع واشنطن بشأن أوكرانيا، والقوات الموالية لموسكو تحكم قبضتها على القرم. اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وكتائب المعارضة في ريف دمشق، وقصف بالبراميل المتفجرة على يبرود. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة المجد نحييكم، وهذه نشرة الأخبار. حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن تنظيم استفتاء في القرم حول انضمام شبه الجزيرة الأوكرانية إلى روسيا سوف يمثل انتهاكا للقانون الدولي وللسيادة الأوكرانية. وفي تصريح خصه للأزمة في أوكرانيا، قال أوباما إن بلاده وحلفائها متحدون في الوقوف ضد التوغل الروسي في الأراضي الأوكرانية، ولكنه أضاف أن حل هذه الأزمة دبلوماسيا لا يزال ممكنا، مشيرا إلى أن قرار واشنطن بحظر السفر وتجميد أصول لمسؤولين روس جاء بالتنسيق مع قادة الدول الأوروبية. ولفت أوباما إلى حق روسيا في الاحتفاظ بقواعدها في القرم بشرط احترام سيادة أوكرانيا بحسب تعبيره. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن موسكو وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، وعقب لقائه نظيره الأمريكي جون كيري بالعاصمة الإيطالية روما، قال لافروف إن لغة العقوبات والإنذارات التي تعتمدها واشنطن لا تساعد على الحوار، مضيفا أنه أبلغ نظيره الأمريكي أن موسكو سوف تدرس الاقتراحات الأمريكية الخاصة بإنشاء آلية دولية بشأن أوكرانيا، وأن القرار النهائي بشأنها سوف يتخذه الرئيس فلاديمير بوتين. أعلن الرئيس الانتقالي في أوكرانيا ألكسندر توريتشينوف أن كييف بدأت إجراءات لحل البرلمان المحلي في شبه جزيرة القرم بعد أن طلب الأخير الانضمام إلى روسيا. وعد توريتشينوف قرار برلمان القرم جريمة يدعمها الجيش الروسي. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال وزير الاقتصاد الأوكراني بافلو شيريمياتا إن الأولوية حاليا لكييف هي إعادة الاقتصاد للبلاد المريض إلى مساره بحسب تعبيره، ملوحا بأن بلاده تواجه حاليا خطر الإفلاس. وكان برلمان القرم أعلن في وقت سابق عزمه إجراء استفتاء بشأن مصير شبه الجزيرة في 16 من الشهر الجاري. تنحى السلاح جانبا ليحل محله التصعيد السياسي والدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية. الدبلوماسية والحوار والتلويح بالعقوبات باتت هي اللغة الرائجة لأصحاب القرار في العالم، وهم يحاولون نزع فتيل أزمة عادت إلى الأذهان فترة الحرب العالمية الثانية. ففي خطوة جديدة على طريق تقسيم أوكرانيا، طلب برلمان القرم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلحاق شبه الجزيرة بروسيا، كما أعلن البرلمان عن استفتاء بهذا الشأن في 16 من مارس بدلا من الموعد الذي كان مقررا في 30 من الشهر نفسه، وذلك بعدما صوت البرلمان بالإجماع على الانضمام إلى روسيا وربط عملته بالروبل الروسي. وقبل أن يصل الطلب إلى الكرملين، كان بوتين على رأس مائدة اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة هذا الأمر، وفي إشارة إلى أن موسكو ستفتح ذراعيها إلى القرم، خرج برلماني روسي ليعلن أن إصدار قانون يسهل انضمام جزء من دولة أجنبية إلى روسيا قد يتم الأسبوع المقبل. تطورات نظرت إليها كييف على أنها غير شرعية وتأتي في سياق الاستفزازات الروسية. وخلال وجوده في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل وبعد حصوله على ضمانات بدعم أوروبي، هاجم رئيس الحكومة الأوكرانية أرسيني ياتسينيوك موسكو ودعاها إلى سحب قواتها من القرم فورا والالتزام بالاتفاقيات الدولية. الأمر يعتمد على روسيا، وهي مستعدة لحل هذا النزاع.
أم أنها ستحاول زيادة التوتر؟ نحن ندعو موسكو إلى سحب قواتها على الفور والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين أوكرانيا وروسيا. وبينما كان ياتسينيوك يدعو لسحب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم، صرح زعيمها بأن القوات الموالية لروسيا والتي يزيد عددها على 11,000 عنصر فرضت سيطرتها على كافة الطرق المؤدية إلى المنطقة وحصرت القواعد العسكرية الأوكرانية التي لم تستسلم بعد. اضطراب آخر زاد من لهيب الأوضاع المشتعلة في شرق أوكرانيا، حيث اقتحم مئات المتظاهرين مبنى الحكومة في دونيتسك، وهو مركز صناعي رئيسي بالقرب من الحدود الروسية، قبل أن تندلع بينهم وبين الشرطة الأوكرانية اشتباكات انتهت برفع العلم الأوكراني مجددا على المبنى. قرر قادة الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات بشأن تأشيرات الدخول مع روسيا، وهددوا بفرض عقوبات إضافية على موسكو ولا سيما اقتصادية إذا استمر الوضع في أوكرانيا في التدهور. وفي ختام قمتهم الطارئة في بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبي أن القادة الأوروبيين اتفقوا على استراتيجية للعقوبات على 3 مراحل لإرغام روسيا على التفاوض، محذرا من أن روسيا مواصلة للتصعيد سوف يضر بعلاقاتها مع الدول الاتحاد. وفي السياق أعلن رومبي أن الاتحاد سيوقع اتفاق شراكة مع كييف قبل انتخابات 25 مايو في أوكرانيا. أفاد ناشطون سوريون بأن حصيلة ضحايا أعمال العنف والاعتداءات في أنحاء سوريا ارتفعت إلى 52 قتيلا في الوقت الذي تواصلت الاشتباكات في ريف دمشق بين قوات الأسد وكتائب المعارضة. يواصل نظام الأسد استخدام سلاح البراميل المتفجرة بكثافة لكسر شوكة المعارضة المسلحة في يبرود بريف دمشق، والتي ما زالت عصية أمام هجمات الجيش الحكومي وحلفائه من مقاتلي حزب الله اللبناني. ورغم الغارات التي شنها الطيران الحربي على مناطق القاعة والصالحية والكورنيش الشمالي ومحيط المنطقة الصناعية بيبرود، استطاعت عناصر من الجيش الحر صد العديد من الهجمات لقوات الأسد وحلفائها بعد اشتباكات عنيفة دارت على أطراف المدينة. معارك مماثلة تدور رحاها بعنف منذ أيام على الطريق الممتد بين حماة وإدلب بالقرب من بلدة مورك التي استولت عليها مجموعات من المعارضة المسلحة قبل حوالي الشهر، قاطعة بذلك طريق الإمدادات على القوات النظامية في معسكر وادي الضيف الواقع إلى شمال مورك. وتحاول قوات الأسد بشتى السبل استعادة البلدة لإعادة فتح الطريق الحيوي بالنسبة إليها، إلا أن مقاتلي المعارضة استبقوا تلك المحاولات وشنوا هجوما قبل يومين على عدد من حواجز هذه القوات في محيط مدينة خان شيخون الواقعة بين مورك ومنطقة معرة النعمان، حيث يوجد معسكر وادي الضيف. وتمكنوا أمس من السيطرة على 4 حواجز بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث عن خسائر في صفوف قوات الأسد والمعارضة. في حماة أيضا وقع انفجار ضخم بالقرب من فرع أمني، وفي تفاصيله قال المرصد السوري إن شاحنة مفخخة انفجرت عند مدخل حماة الجنوبي مقابل مؤسسة الدواجن وبالقرب من فرع المخابرات العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا. الله أكبر. وفي جبل الزاوية بريف إدلب ذكرت المعارضة أن الطيران الحربي قصف المنطقة بواسطة القنابل العنقودية، في وقت قال الناشطون إن القصف بالبراميل المتفجرة استهدف عدة بلدات بريف درعا من بينها نوا والحراك والجيزة. وأضافوا أن اشتباكات عنيفة دارت في بلدة النعيمة بين الجيش الحر والقوات الحكومية. وفي حلب استهدف القصف الجوي بالبراميل المتفجرة عدة أحياء في المدينة تسيطر عليها المعارضة المسلحة. توصلت هيئة الأركان السورية المعارضة ورئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة مساء الثلاثاء
إلى اتفاق من شأنه إنهاء أزمة الهيئة بعد إقالة رئيسها سليم إدريس وتعيين عبد الإله البشير بدلا عنه. وينص الاتفاق حسب بيان نسب للطرفين على تقديم وزير الدفاع في الهيئة أسعد مصطفى استقالته على أن يقبلها رئيس الائتلاف، كما ينص على تقديم اللواء سليم إدريس استقالته على أن يعين مستشارا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية. كذلك اتفقت الأطراف المعنية التي حضرت الاجتماع على زيادة عدد أعضاء المجلس العسكري الأعلى وسعيها لتصديق مضمونه. استقبل مستشفى في بلدة عرسال اللبنانية على الحدود السورية مقاتلين سوريين أصيبوا في اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، حيث تشن قوات الأسد هجوما منذ نوفمبر الماضي للسيطرة على بلدة يبرود الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة في إطار محاولة أوسع للسيطرة على عدة مدن وبلدات أخرى في غرب سوريا تسيطر عليها المعارضة في الوقت الحالي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. 37 قتيلا وعشرات المصابين في هجمات مسلحة بالعراق. وافق مجلس الوزراء المصري على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ليتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا والعمل به تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل. كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات إصداره تمهيدا لاعتماده من رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه. تجددت اليوم بالعاصمة الجزائرية المواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية الرئاسية الرابعة، وقامت قوات الأمن بمحاولة تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا سلميا أمام الجامعة المركزية رافعين شعارات منددة بترشح الرئيس لولاية جديدة، كما تم اعتقال العشرات من المشاركين في التظاهرات التي ضمت ممثلين عن تنظيمات المجتمع المدني والنقابات إضافة إلى بعض الأحزاب والصحفيين وشخصيات وطنية. ومتابعة لآخر التطورات على الساحة الجزائرية ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك مراسلنا محمد سلطاني. أهلا بك محمد، ما جديد المشهد الأمني لديك خاصة في العاصمة التي شهدت اليوم تظاهرات تندد بترشح الرئيس لولاية رابعة؟ واليوم في الحقيقة تجددت المظاهرات في الجزائر منددة بطبيعة الحال بترشح الرئيس بوتفليقة لولاية الرابعة بالنظر لوضعه الصحي المتردي جدا كما أظهره التلفزيون الرسمي. المظاهرات نادى إليها تنظيم جديد وتنظيم من المجتمع المدني اسمه باركات وهو ما يعني كفاية في مصر. هذه المظاهرات أسفرت عن اعتقال العشرات من المواطنين وبعض الاشتباكات مع مصالح الأمن، ولكن في الحقيقة رغم محاولة مصالح الأمن التعاطي بسلمية مع هذه الاحتجاجات إلا أنها انتهت باعتقال العشرات، بل قل ربما حوالي أكثر من 100 شخص وناشط من المجتمع المدني الذين اقتيدوا إلى مراكز الشرطة ثم بعد ذلك أغلي سبيلهم. نعم محمد، على صعيد السباق الرئاسي كم عدد المترشحين حتى الآن، وأيضا أبرز الأسماء المرشحة لخوض واستكمال السباق الرئاسي بعد نظر لجنة الانتخابات؟ وأبرز المترشحين للرئاسيات في 14 أبريل المقبل هو الرئيس بوتفليقة بطبيعة الحال رغم وضعه الصحي الحرج جدا، وكذلك رئيس حكومته السيد علي بن فليس، يعني الحكومة الأولى للرئيس بوتفليقة السيد علي بن فليس، وكذا المرأة الوحيدة وهي الويزة حنون. المهم في
في الجملة عدد المترشحين 10 أغلبهم من المتعودين على خوض سباق الرئاسيات وبعضهم جديد، كما أنه يلاحظ أنه لأول مرة يخوض السباق الانتخابي مزدوج الجنسية، يعني جنسية جزائرية وسويسرية، وهو وزير مالية سابق في التسعينيات القرن الماضي، كذلك أودع ملف ترشحه للرئاسيات في انتظار أن يصل المجلس الدستوري في القائمة النهائية في غضون الأسبوع المقبل. نعم، كان معنا من الجزائر مراسلنا محمد سلطاني، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رفع حالة الطوارئ في البلاد بعد نحو 3 سنوات من إقرارها، وذكر بيان نشره موقع الرئاسة أن القرار جاء عملا بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني، كما أشار إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون، ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء. قتل 37 شخصا وأصيب العشرات في سلسلة تفجيرات ضربت مناطق تجارية متفرقة وسط العراق، وقالت مصادر أمنية إن 7 أشخاص قتلوا إثر انفجار قنبلة بشارع تجاري بمدينة الصدر شمالي بغداد، في حين قتل 9 آخرون في انفجار سيارتين مفخختين في مدينة الحلة جنوب العاصمة. وفي بغداد انفجرت سيارة مفخخة استهدفت متسوقين في حي العامل جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وعلى مقربة من هذا الهجوم قضى 4 أشخاص في انفجار مماثل، وإلى الشمال من العاصمة سقط 8 قتلى في انفجار سيارة مفخخة. قررت محكمة مصرية وقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان لحين الفصل في دعوى رد تنحيه المحكمة أقامها محامو المتهمين، ويوجه إلى المتهمين في قضية تهم ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بحي مصر الجديد شرقي القاهرة في ديسمبر 2012 على خلفية تظاهرات اندلعت رفضا لإعلان دستوري مكمل أصدره مرسي آنذاك. تسلمت السلطات الليبية في النيجر الساعد القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وقالت الحكومة الليبية إن الساعدي وصل الخميس إلى ليبيا مشيرة إلى أنه موجود لدى الشرطة القضائية، وتعهدت الحكومة بالتزامها معاملة الساعدي وفق أساس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء. وكان الساعدي فر في سبتمبر 2011 إلى النيجر حيث منحته السلطات اللجوء لأسباب إنسانية، وذلك قبل شهر على مقتل والده وسقوط نظامه. في خطوة استفزازية تؤكد الممارسات القمعية للاحتلال، اعتدت قوات للجيش الصهيوني على مقدسي أثناء وجوده في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحد طلاب العلم، ما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء جسده، بعدما زعم الاحتلال أن الطالب رفض إظهار هويته قبيل دخوله الأقصى. وأشارت المؤسسة إلى أن الاعتداء تم عقب اقتحام 64 مستوطنا باحات المسجد المبارك وسط حراسة إسرائيلية مشددة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. الحكومة الباكستانية تبحث مع طالبان سبل تسريع محادثات السلام. طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لليابان طالب الغرب بعدم مطالبة طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم، مؤكدا استمرار بلاده في عملية التخصيب وعدم إغلاق مفاعل أراك. وفي وقت سابق التقى ظريف نظيره الإندونيسي في العاصمة جاكرتا في إطار جولته بدول شرق آسيا، وأكد خلال اللقاء أن بلاده لن تغلق أي جزء
من برنامجها النووي. اتفق رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مع وسطاء حركة طالبان على تسريع محادثات السلام بين الجانبين، وخلال لقائه ممثلي كل من الحكومة وحركة طالبان بالعاصمة إسلام أباد، وافق شريف على صياغة وضعية جديدة وآلية جديدة تتضمن صناع القرار من الحكومة والحركة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى تسوية في العنف المسلح المستمر منذ عقد. من جهته قال ممثل حركة طالبان إن هناك ملفات تحتاج إلى التفاوض مع زعماء الحركة، من بينها ملفات السجناء والتعويضات وانسحاب الجيش من المناطق القبلية. لقي 5 جنود أفغان مصرعهم في غارة جوية شنها الناتو في ولاية لوغار وسط أفغانستان. وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأفغانية أصيب 8 جنود أفغان أيضا خلال تلك الغارة التي وقعت في منطقة تشاخ. أعلن قيوم كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي انسحابه من السباق إلى الرئاسة ودعمه لزلماي رسول أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز في الاقتراع المقرر في 5 أبريل المقبل. من جهته أعلن المرشح الرئاسي وزير الخارجية الأسبق عبدالله عبدالله أن هذه التحالفات لن تضعف من فرصته للفوز بالانتخابات بحسب تعبيره. مناورة انتخابية أم حصول على وعد؟ أم أن الولايات المتحدة اختارت مرشحها؟ أسئلة كثيرة تبادرت إلى أذهان الأفغان وهم يتابعون إعلان قيوم كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني حامد كرزاي انسحابه من سباق الرئاسة ودعمه لزلماي رسول أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز في الاقتراع المقرر في 5 أبريل المقبل. وأعلن دعمي الكامل للدكتور زلماي رسول، ومن الآن أعتبر نفسي أنا وفريقي جزءا مهما من تحالف الاعتدال والمساواة. قرار الرجل جاء بعد أيام من التكهنات واجتماعات خلف الكواليس جرى بعضها في القصر الرئاسي، حيث قالت مصادر سياسية إن حامد كرزاي أقنع شقيقه بالانسحاب لإفساح المجال أمام زلماي الذي يعتبر مقربا من عائلة كرزاي، وذلك بعد حصول الرئيس على ضمانات أمريكية لم تكشف المصادر عن طبيعتها. هدية كرزاي رحب بها زلماي على الفور وراح يؤكد أنها خطوة في صالح مستقبل البلاد واستقراره. باسم فريق الاعتدال والمساواة والإنجاز أعتبر أن هذه خطوة حكيمة وشجاعة اتخذها عبد القيوم كرزاي كخطوة مهمة من أجل الاستقرار السياسي في البلاد، فمن الآن سنعمل كتحالف قوي من أجل مستقبل بلدنا. التحالف الجديد رفع بحسب المراقبين من أسهم زلماي رسول مقارنة بالمرشحين 10 المتبقين الذين بدأوا يبحثون عن تحالفات لمواجهة زلماي الذي يتمتع بدعم الرئيس الحالي ودائرته المقربة. وتجرى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تشهد أفغانستان حالة من الغموض حول الوضع المستقبلي لقوات الاحتلال في ظل الانسحاب المرتقب لجنود حلف الأطلسي نهاية العام الجاري، والذي يثير مخاوف من اشتعال العنف في البلاد. كما أن الرئيس المقبل سيكون معنيا بتوقيع اتفاقية أمنية مع واشنطن تسمح ببقاء القوات الأمريكية بالبلاد، وهو الأمر الذي رفض كرزاي توقيعه قبل الحصول على ما سماها ضمانات يبدو أنه قد نال منها شيئا. إلى عناوين النشرة. أوباما يحذر من تنظيم استفتاء حول انضمام الكرم لروسيا ويقول إنه سيتصدى للتوغل الروسي في أوكرانيا. روسيا تؤكد استمرار الخلاف مع واشنطن بشأن أوكرانيا، والقوات الموالية لموسكو تحكم قبضتها على الكرم. اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وكتائب المعارضة في ريف دمشق وقصف بالبراميل المتفجرة على يبرود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.